القرآن الكريم يقول: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. في هذا التعبير القرآني وفي هذه الدلالة العظيمة إشارات كبرى إلى قيمة الصلاح والتقوى في عمارة هذا الوجود. فعندما يسعى الإنسان بتقواه ومراقبته لله عز وجل ويغرس غرسا أو يجري ماء أو يبني بيتا وهو في مظلة التقوى والصلاح، فإن هذه المآثر هي زاد مستمر إلى الجيل القادم. ولذلك دعونا نستحضر أن هذا الماء وهذه النخيل وهذه الأشجار التي غرسها آباؤنا وأجدادنا هي ثمرة صلاحهم وثمرة تقواهم، وهي ثمرة ما كانوا يباشرونه من أسباب هذه الحياة على البر والتقوى والإحسان برسالة القرآن الكريم. وإلا فإننا نجد حولنا من الحضارات القديمة أو ما تسمى بالحضارات إن صح التعبير التي زالت وبادت وربما لا ندري كم عمرها، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تستمر مآثر الآباء والأجداد لتكون لنا هدايات ولتكون لنا معالم خير لأجيالنا أو للأجيال القادمة. إذن وكان أبوهما صالحا، ما كان من الإحسان والإنقاذ من الله سبحانه وتعالى للأبناء الصغار من الهلاك إنما كان سببه أن أبوهما أن أبيهما كان ماذا؟ كان صالحا. صلاح الأب أورث هذا المعلم العظيم في إنقاذ هؤلاء الذرية. إذن دعونا نتملى هذا الأمر ونفكر قليلا. يتربى أبناؤنا بين أيدينا، يتربى أبناؤنا بين أيدينا في مدارسهم، في بيوتنا، في شوارعنا، في مدننا. ما هو الزاد الذي سوف يرثه هؤلاء الأبناء للمستقبل القادم؟ إذن أعظم شيء ضمن هذه الدلالة العظيمة في الآية الصلاح والتقوى. كلما تمسك الإنسان بالصلاح والتقوى ومراقبة الله عز وجل كلما كان ذلك زادا لأبنائه في المستقبل. لينظر أحدنا إلى أبنائه، إلى فلذات أكباده، يقيهم الحر ويقيهم البرد ويقيهم الغبار ويقيهم ويعمل بأسباب شفائهم، يأخذهم إلى الطبيب. لماذا؟ لأنه يشعر في قرارة نفسه، في ضميره، في وجدانه أن هذه هي عاطفة الأبوة، عاطفة الحب، عاطفة الحنان التي ركبها الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأبناء. إذن عليه أن يمد بصره إلى المستقبل ويفكر في هؤلاء الأبناء كيف يكونون بعده. إذا توفي الإنسان في هذه الحياة ما هو الزاد الذي يتركه لأبنائه حتى يكونوا ذرية صالحة يتبعونه في عرصات القيامة إلى جنان الخلد؟ أعظم ذلك هو الصلاح والتقوى، وكان أبوهما صالحا.